السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، هنعمل كيكه الشوكولاته بصوص جميل حلو جدا، مختلف عن الحاجات اللي احنا عملناها، وبامكانيات بسيطه متوفره في كل بيت ان شاء الله. معانا هنا هنعمل اول كيكه الشوكولاته، ودي كيكه سهله جدا، هتطلع هشه معانا وجميله، وهنغرقها بصوص شوكولاته تحفه، الاطفال هيحبوها جدا. تعالوا نشوف معانا ايه. معانا هنا اربع بيضات بدرجه حراره الغرفه وعليهم فانيليا، البيض طبعا لازم معاه الفانيليا. معانا هنا كوبايه من الزيت، كوبايه من الزيت، احنا مش مستخدمين سمن ولا زبده في الوصفه دي، مستخدمين زيت. معانا هنا نص كوبايه من السكر، بس هي اساس الوصفه هي كوبايه بس، انا هنا ما بنحبش السكر كتير فحطها نص، لان انا كمان هحط صوص شوكولاته فهيبقى محلي، فمش عاوزاها محليه جدا، هي اساسها كوبايه. لو انت عاوزه بقى مش محليه حطي نص. معانا هنا كوبايه من الحليب، معايا معلقه خل، ومعايا 3 معالق كبار كاكاو خام، طبعا نخلاهم كويس جدا. ومعانا هنا باكو بيكنج باودر، ومعايا الذره من الملح، ومعانا هنا كوبايه ونص من الايه، من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، وبرده نخلاه كويس جدا. طيب هنضيف المكونات الايه الجافه مع بعض، اللي هي عندنا هنا الدقيق، هنحط عليه البيكنج باودر والملح، وهنحط كمان الايه الكاكاو الخام، دول مع بعض كده احنا ضفنا المكونات الايه الجافه مع بعض، وهنسيبها على جنب. في اي عاوزه تعمليها كده بمضرب سلك ماشي، عاوزه تعمليها في الخلاط ماشي براحتك، هنحط كل المكونات مع بعض. هدي هننزل بالبيض اهو، بسم الله، نزلنا بالبيض بتاعنا اهو، وهننزل كمان بالزيت. هنضرب كله مع بعض مرة واحدة عادي، مش هيحصل اي مشكلة. وهننزل بالسكر، وهننزل بالحليب، وكمان هنضيف عليهم الايه الخل، وهنضرب دول كويس جدا، وهرجع كده يا حبايبي. هادي الخليط ضربناه اهو كويس جدا، خدناه بس كده ايه ضربتين زي ما انتوا شايفين. وهنا هجيب البوله بتاعتي، هنزل فيها بسم الله بالخليط بتاعي اهو، ده قوامه، هو ده القوام المطلوب بتاعه. عاوزه تعمليه بالمضرب السلك على ايديك عادي، مفيش مشكله. تمام، نيجي هنا بقى نرد البيض شويه اهو، نيجي هنا بقى المكونات الايه الجافه، نخلطها كويس مع بعض. على فكره الكيكه دي ما بتاخدش دقيق كتير، لان احنا عاوزينها هشه غير الكيكه اللي هي بتبقى سايله. تمام، عشان الصوص اللي احنا هنحطه يمتزج معاها بسهوله، وتبقى ما تبقاش كبسه كده، وتبقى خفيفه خلاص. فانت خلي بالك كل الحاجات دي طبعا انا نخليها كويس جدا، ما ينفعش اضيف حاجه من الحاجات دي الا لما تكون منخوله كويس جدا. ننزل بقى بسم الله بالمكونات كلها كده اهو، كده خلطنا المكونات كلها الجافه، ونديلها بس ايه تقليب، هتلاقوها بقيت معاكم تمام وزي الفل. الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو خام، ما يبقاش كاكاو محلى. تمام، خلي بالكم من النقطه دي، الكاكاو الخام الخاص بتاع الحلويات، ممكن تحطي فيه، ناس برضو بتحب الكاكاو بتاع النسكويك، بس لو عملتي كده حاولي انت تخفي في السكر، لان النسكويك بيبقى الكاكاو بتاعه محلي سنه، فحاولي تظبطي الايه الموضوع ده، وتحاولي تظبطي السكر معاكي. تمام، بس هو ده قوامها، بيبقى مختلف عن قوام الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها اللي هي بتبقى ساده، لا دي هي اهو شايفين، هو خفيف شويه عن الكيكه الايه الساده. نجيب هنا صينيه معانا مدهونه اهي، صينيه دهنينها مغلفينها باي نوع اي ماده دهنيه عندك، وحاطين رشه من الايه من الدقيق، وهننزل معانا بالخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده سهله جدا، ما خدتش اي وقت معانا،
ولا اي مجهود. نفردها كده بس اهي ونديها خبطتين عشان بس تطلع لنا الايه الهواء. تمام. طيب هندخلها الفرن ونرجع نشوف هنعمل ايه في صوص الشوكولاته اللي احنا هنغرقها دي. تعالوا بقى يا حبايبي نعمل مع بعض صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 مكونات معانا: لبن، سكر، زيت، كاكاو. سهل جدا. لبن، سكر، زيت، كاكاو. اللبن كوبايه، اما السكر هو المفروض برضو كوبايه، بس انا حاطه نص زي ما اتفقنا عشان انا ما بحبش الحاجه محليه جامد. يعني كده يبقى يعتبر حاطين كوبايه واحده سكر على الصوص والكيكه كده تمام خالص. اكتر من كده هتبقى محليه جدا وكل واحد بقى براحته. معانا هنا نص كوبايه من الزيت ومعانا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. تمام. طيب طريقته هنعمل ايه؟ سهله جدا. اول حاجه هننزل بالكاكاو الخام اهو، وهننزل بالسكر. يبقى نزلنا بايه؟ يبقى نزلنا بالسكر والكاكاو الايه الخام، وهنقلبهم كده مع بعض اهو. بعد كده ننزل بالزيت. طبعا احنا كل ده هنمزجه على الايه على النار، بس انا بنزل بحاجه بحاجه عشان اضمن ان المكونات كلها تجانست مع بعض بالشكل ده. شايفين؟ نحطه على نار هاديه خالص على البوتاجاز عشان الكاكاو ما يتحرقش مننا ويبقى طعمه مره. خلي بالكم من كده. وننزل بالايه بالحليب بتاعنا شويه شويه لحد لما يمتزج تماما. شايفين الصوص تحفه؟ شايفين؟ ننزل بيه كده على 3 مراحل عشان بس نبقى ضامنين ان كل حاجه امتزجت تماما. بس كده سهل جدا. حد عاوز مثلا يقول خلاص انا مش عاوز صوص شوكولاته وعاوز اكتفي بالكيكه كده، خلاص براحتك، كل واحد براحتكم. عاوزين مثلا حد عنده مريض سكر مش عاوز ياكل حاجه محليه، خلاص. بس طبعا الوصفه اللي احنا عاملينها دي احنا قللنا فيها السكر، وكمان هي تحفه جدا بالنسبه لايه للاطفال الصغيرين، هيحبوها جدا. تمام. احنا كده هنرفعهم على النار وهنسيبهم يبردوا ونشوف الكيكه لما تخرج هنعمل فيها كده. يا حبايبي هي دي كيكه الشوكولاته بعد ما خرجت معانا. بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا وجميله. نبتدي بقى نقطعها كده. طبعا هي لسه سخنه اهو، عشان لما احط صوص الشوكولاته اضمن ان هو دخل في كل الايه الاتجاهات بالشكل ده. تمام. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ هدي صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه اهو. بصوا شايفين القوام بتاعه طلع ايه؟ تحفه اهو. شايفين كل اللي انا عملته؟ حطيته على النار، وقبل ما اطفي عليه ضفت له 2 معلقة من النوتيلا، بس مش عاوزه تضيفيهم، خلاص براحتك. تمام. بسم الله. مثلا كده عشان تشوفوا اهي، تحفة. انا عاوزاكم تجربوها، امكانياتها مش مكلفة، حلوة جدا. يعني بصوا احنا مش حاطين شوكولاتة غير 2 معلقة النوتيلا، وكمان لو عاوز تستغنى عنهم خلاص، بس كلها شوكولاتة. عملنا صوص حلو جدا جميل اهو، سهلة ما خدتش وقت معانا، وهتعجبكم. النتيجة طلعت مرضية وان شاء الله هتنول اعجابكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين؟ شايفين الجمال؟ نعمل كده بس اهو. طبعا كل دوت هي هتشربه، هيتبقى الطبقه بس الخف اللي من فوق، وكل دوت اللي انتوا شايفينه هيتشرب. شايفين؟ شايفين الجمال؟
اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون نالت اعجابكم. طبعا ما تقطعوهاش ولا تسيبوا عندها غير لما تبرد تماما، وكل دوت تكون اتشرب كويس جدا. اتمنى وصفه النهارده تكون نالت اعجابكم، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل عشان ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل الحاجات الجديده اللي انا بقدمها لكم. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.